بعد مشاغلة القوات قوات مكافحة الشغب من عمارة الشغب شردوا بعد مجابهتهم مكافحتهم من عمارة المطعم التركي تم فتح أول حاجز على الجسر هذا اللي يقول ما حد طالع اللي يقولون ما حد طالع عشان هاي العالم عشان هاي العالم يقول ما حد طالع ما طلعوا عشان هاي العالم قعدنا لهم على المطعم التركي رجعناهم لورا هذا اللي يقول ما حد طالع وين الإعمامات وين المرجعية رجعناهم من على الجسر من المطعم التركي